حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين، يتعاد عليا وعليكم بخير اجمعين. قرص، القرص بنقول عليها القرص الحمراء، القرص البلدي، شايفين طريه اخر حاجه. مش عايزه اقول لكم بقى طراويتها لسه سخنه. حظي كل ما باجي اصور معاكم بلاقي الحاجه لسه سخنه، حاجه سايحه ونايحه كده ما اقولكوش. شايفين حلاوتها وجمالها؟ اضرب لايك على طول، شجعني شجعيني. كل سنة وانتم طيبين يا رب، يتعاد عليا وعليكم بخير. دي طقوس كده احنا جوه بلدنا لازم احنا نعملها، لازم 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 كده نعمل القرص الطرية دي. القرص سخنة نار يا حبيبي، ايه نار وحمر وحلاوة، حاجة كده لوز اللوز. ايوه سكر نحل على كريم. كل سنة وانتم طيبين، ويتعاد عليا وعليكم بخير اجمعين. لايك واشتراك لسه لما اشتركش في قناتي، ويفعل الجرس عشان يصلوا كل جديد. بحبكم في الله حبايب قلبي. القرص الطرية اسهل منها مفيش والله، هتعمليها وتعملي شغلتك وترجعي تكملي ايه القرص بتاعتك. بحبكم في الله، فضلا وليس امر، دعمونا بس عشان نستمر. شوفوا وشها زي ارضيتها. كل سنة وانتم وانا والجميع بالف خير، اللهم امين يا رب. حبايبي بعمل القرص الطرية زي كل سنة حبايب قلبي. دول كيلو ونص دي اهو، عليه الملح بتاعه وعليه السمسم، وديه الخميرة بتاعتي خمرت اهي تمام تمام، وباقي لبن حليب اهي، والباقي ايه رايب. ودي السمنة البلدي بتاعتي، ودي البيكنج باودر، ودي شرش الايه الجبنة اللي انا هعجن بيه. يلا حبايب قلبي، المواد الجافة كده كلها مع بعض، ملح والبيكنج باودر واليانسون لو عندك والسمس. حلو الكلام، هنقلبهم مع بعض يا حبيبة قلبي، وبعدين ننزل بالايه بالسمس، وهضيف كمان البيكنج ايه باودر. بسم الله الرحمن الرحيم، بمعنى اصح المواد الجافة مع بعضها. هوريكم شكلها دلوقتي حبايب قلب حسناء. انا بعد دلوقتي ما عجنتها بنفس الطريقة حبايب قلبي، انا السنة دي كبرتها وقلت اغير بقى، علشان عملت القرص الكتير في عملت قرص يعني كتير في القناة، بس حبيت ان انا اكبر. صدقوني يا جماعة هتبقى حلوة قوي. هتقولوا لي يا حسناء ده عاملة زي رغيف العيش، اقول لكم كده احسن. لما تخرجيها من الفريزر في الصيف هتعرفوا ان انا اللي بقوله لكم ايه كده احسن. شايفين دول الصواني بتاعتي اهي، وكبرتها، وانا معايا يا حبايب قلب حسناء الصينيه بتاعتي كمان اهي. حلو الكلام، الفرن شغال درجه حراره 200، وبعد ما تخلص يا حبايب قلبي هوريها لكم، واتمنى ان هي تعجبكم. والطريقه سهله جدا، وان شاء الله هحطها لكم برده ايه مع الفيديو. تابعوني بس على قناتي على اليوتيوب منوعات حسناء ليصلكم كل جديد. وما تكبريها حسب ذوقك، عايزه تصغريها احسن مفيش مشكله. طبعا دي قرص شاي، بس انا عاملاها يا حبايب قلبي كده نفرح بيها انا وولادي. ازاي؟ لما تعمليها كبيره هتعرفي. تابعيني وان شاء الله هتلاقي كل اللي انت عايزاه. يلا حبايب قلبي ندخلها الفرن، ونتقابل بعد الفرن ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، يتعاد عليا وعليكم بخير اجمعين. قرص، القرص بنقول عليها القرص الحمراء، القرص البلدي، شايفين طريه اخر حاجه. مش عايزه اقول لكم بقى طراويتها لسه سخنه. حظي كل ما باجي اصور معاكم بلاقي الحاجه لسه سخنه، حاجه سايحه ونايحه كده ما اقولكوش. شايفين حلاوتها وجمالها؟ اضرب لايك على طول، شجعني شجعيني. كل سنه وانتم طيبين يا رب، يتعاد عليا وعليكم بخير. دي طقوس كده احنا جوه بلدنا لازم احنا نعملها، لازم 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 كده نعمل القرص الطرية دي. القرص سخنة نار يا حبيبي، ايه نار وحمر وحلاوة، حاجة كده لوز اللوز. ايوه سكر نحل على كريم. كل سنة وانتم طيبين، ويتعاد عليا وعليكم بخير اجمعين. لايك واشتراك لسه لما اشتركش في قناتي، ويفعل الجرس عشان يصلوا كل جديد. بحبكم في الله حبايب قلبي. القرص الطرية اسهل منها مفيش والله، هتعمليها وتعملي شغلتك وترجعي تكملي ايه القرص بتاعتك. بحبكم في الله، فضلا وليس امر، دعمونا بس عشان نستمر. شوفوا وشها زي ارضيتها. كل سنه وانتم وانا والجميع بالف خير، اللهم امين يا رب.